ربع. انت بتتحداني يا مجدي؟ اه اتحداك. تخش لي ايه قدام ايه؟ طب شوف انت قول. تخش لي قدام ايه؟ لخص عشان انت خايف وعارف انك هتتغلي. لو ما اكلتش وكلت انا اكتر منك هتنام النهارده واقف في البانيو والدش بينقط عليك نقطه نقطه. ده لو انا ما خلصتوش. اه انما لو خلصت وانت ما خلصتوش انت اللي هتنامي. ماشي تمام. ايش يا زميل؟ يلا اطلب لنا. الو يس بليز. شايف مش القليل من الشيه الثانيه؟ لا هو فيري جود. ذا بيج برجر. بيج برجر اوكي. بيج 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 برجر. يعني ايه قبل يعني ايه قبل يعني ايه؟ بيسايد. بيسايد برجر. بيسايد برجر يس. نتشا بكوز نسخن وندخل على التقيل. بتاع عشان ايه ما تقرفنيش في الغسيل. يا ايما انت اللي بتقعد تهلطل. فين يا مادي بقى؟ يا حاجة يلا نعمل لهم دوشة. عايزين ناكل عايزين ناكل البرجر. عايزين ناكل البرجر. اوه مفيش اكبر من كده بقى. سانك انت كده انت مية مية اقسم بالله. انت ولا بتفهمي ايه يا مادي ده؟ لا ده اكبر حاجه مفيش بعد كده. لا ده حاجه يعني بتتباحي سمي. طيب بسم الله الله اكبر. يلا ناديه. الناس بتبص لنا طفحنا اللقمه يا ماما. انت جايبك ما مش عارفه اركز بصله. هم باصين لنا عشان سياحه بس ولا عشان احنا عارفين زي بعض فاكريننا فريق مصارعه التيران؟ هو ده الاكل مش الولايه اللي جايبه لي حجر في الطبق ده؟ يا تخرج احنا مجموعه. تقعدي تلوكي كده وانا هخليكي تباتي في البانيو. شوشو ايه؟ انا مش قادر. انا بجيب جاهزه. شوشو اجيزيني مكان في البانيو جنبي. احنا افورنا قوي يا مادي. اه يا مادي. لا لا انا مش قادر يا مادي. ولا انا والله. اكلي بيضرب من جنيبي. انا مش عارفه اتنفس مفيش هوا. مطعم الاوبرا ده انا ما ادخلوش. ينفع كده؟ اه والله. هو ده اغلى مطعم. الست صدعتني. ده اغلى مطعم هناك. والله جبت حجز بالعافيه. هناك بقى يعرضوا بقى يغنوا كده واحنا بناكل. حاجه شيك وحاجه الاجا يعني. وهي ولا هي هنا. انا ما بفهمش موضوع الاوبرا ده خالص. ليه؟ ولا انا. ولا انا. ممكن تاكلي كده مزيكا شغاله بس كل الناس زي حتى يعني عندي صحاب كده. لا دول جايبين الناس نفسهم عميقه. الناس العميقه كده حاولوا معايا بس مش قادرة. لو انتوا رحتوا مطعم ما عجبكوش الأكل حلو، في خناقة بتحصل ولا بتعدوا بيننا وما بين بعض؟ لا ما يعني مع المطعم. مع المطعم؟ لا خلاص. لا خلاص الأكل وحش وانتوا إمكانياتكم كده. أنا حسيت إن أنت ممكن تتنرفز وتقول الأكلة مش مظبوطة. لا لا مش للدرجة دي يعني. لا لا هتكسف يعني. هتكسف اعمل كده. وبعدين أصل اللي هو عامل كده يعني هو أكيد مش قصده إن هو يديلك الطبق بايظ أو بيطلع لك حاجة طعمها مش حلو. أيوة احنا أصلا اختيار المكان بس يعني مش هتفضحوهم زي ما عملت هي كده هناك. لا لو لقيت حاجه شمال في الاكل افضحهم عادي. هي فضحتهم جوه بس هي لا بس هي انا ما عملتش. قالت لهم ايه القرف ده؟ لا انا بتكلم لو انها حاجه وحشه في الاكل. حاجه سيئه يعني. حاجه وفي الاكل برضه عملت ايه؟ ما ماشي ما انا قلت لهم. ما هم اصلا اسبانهم ما فاهمين حاجه. ما هم مش فاهمين حاجه. انا كنت بعبر عن نفسي مع نفسي ومعاك انت. انت جوزي ستر وغطى عليا فقلت اللي في نفسي كله. ما تاخديش على كده بس عشان احنا سافرنا كتير واحيانا كنا بناخد راحتنا في الكلام وفجاه بنلاقي حد همسة الخير استاذ عايتن صح. يا لهوي فكان بيبقى شكلنا اعوذ بالله. تفتكر الناس فهمونا؟ ما اعرفش. ما ماشي وانت اداي كان اوبرالي معاهم في الزي. طيب احنا هنطلع فاصل ونحضر لقمه كده للضيوف ونرجع لكم تاني. ماله ده اللي لقيته؟ ايه ده اللي لقيته؟ ايه انت عارف ان الاكل ده حالته مع العيش الابيض؟ اتفضل. طب لا شيل انت دول الاول. يلا يلا عشان الناس قاعدين جاعوا. يلا نيجي نسال. أيوة حاجه. لا يا حبايبي زي ما انت اميني بتنجان. قلنا بقى نعمل لكم حاجات خفيفه. اللهم صل على عشان ايه الحاجات الحلوه دي. اوبا حلويات. حلويات الواد ده هو حلويات حلويات وبيحكوا عنه في الحكايه. يلا يا ميدو هتطحينا اهم حاجه.
طب ايه طيب انا هروح اوري وشي للدكتور ازاي بعد اللي هيحصل النهارده؟ ما تروحيش كلميه على التليفون. بصوا دي حاجات خفيفه عشان ايه؟ انا عارفه طبعا ان الاستاذه تيتي ملهاش في الكلام ده وعامله لنا ايه اللي عامله دايت بقى وكده فقلت بقى مين ياكلك يا عز غير شوشو؟ لا السؤال ده ما يتسالش. ما تسالش انا اسف. ما تسألش. بس على فكره ده قولي هتحسه كده لحمه الستيك دي اللي احنا ستيك. بنعملها في اهي ولا ده لسان؟ ده لسان؟ لا اللسان اللي هناك. لسان طبعا لسان ده ولا لسان اللي هناك؟ ايوه لا ده لسان ده طحال ده ممبار ده لسان وده مخ دي فشه بس متقطعه رفيعه وده بتنجان ايوه صح؟ صح يا حبيبتي اللي انت شايفاه وده خروب اللي انت لا ده كركديه مش لازم تعرفي الحاجات دي. الاصفر ده بقى ايه؟ الاصفر ده تفاح. بصي المهم ان انت ما تعرفيش الحاجه دي ايه، المهم تاكلي وتستمتعي بالاكل. بالظبط. يلا يا عز يلا. انت هتقعد بقى ايه؟ ايوه لا 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 هاتي عايزين تاكلوا؟ ما احنا كل ما كنت تاكلوا لوحدكم احنا بندوق بس. خد يا مندوق. اتفضل. حلو بشوف الست برضو تدي جوزها الاول. هو مركز في الاكل. بديه على نفسي طبعا. طب يلا بسم الله. بسم الله. ده كله دخل على الممر ليه؟ اه؟ مش تاكليني؟ خد اكلك انت اللي قطعي. لا ايدي موجودة بس يعني لو اني كده يا ساتر الله 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 حلو بتعالي قولي بس اكلي حلو؟ وشوشو تعمل حاجة وحشة؟ يسلم ايدك. المهم انت يعني انا شايفاكي ما شاء الله وفتحتي في الاكل وقعدتي بس تقولي لي دايت ومش دايت، انت بتعملي ايه في الدايت؟ ما بلاش عشان الدكتور اصلا لو شاف الحلقة دي هيقلب عليا. ليه؟ دي حاجات تعتبريهم فري مش مشوي؟ مشوي وسمنة يعني مشوي على مش مشوي على سنة كده سكرة؟ كرة ما تكتمهاش انا عارفاك عينك بتزق الكرة. طب يا حبيبتي وعليك بايه؟ يعني انا نفسي افهم عليك بايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي لو هي الوظت شويه هتضايقك في حاجه؟ عسل وعندي طب امال ايه طيب؟ ليه مخلي الست تبقى قاعده يا عيني كده عينيها في وسط راسها؟ يعني الموضوع باختصار انت عارفه الكاميرا بتزود شويه. ما تزود يا اخويا صح؟ البحر يحب الزياده. الله. طيب انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي بقى؟ القصه البدايات في الشغل. سبع وصايا. كنا بنصور في سبع وصايا بس ما كنتش بطيقه كان دمه تقيل. طيب ها المهم يعني ما كنتش بحبه خالص كان دمه تقيل كده وسخيف. هو عليه رفع حاجه كده تخوف الناس اول أيوة مره. الله ينور عليك. ايوه بتهزر على فكره. انما الناس بتروح تهزر وتصور عادي على فكره. يعني تحس نفسك بتبقى مدينا كده رياكشن ظابط المباني. هو رايح يشتغل ايه؟ هو رايح يشتغل كده وتلاقيه يقول لك كده تعالي كده. لا انت صح. صح؟ ايه انت لا بتقول لكل الناس كده بتخوفنا. لا 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 اه والله. لا لا, لا. وقفي في العلامه بتاعتك. ايوه العلامه بتاعت نورك. صح عشان نورك صح. ده شغله هو لازم يعمل صح. كده صح لحد بقى ما اتقابلنا في زنقه ستات. فانا بصور شط وبتاع ومش مركزه مين مدير التصوير. انا مالي مش موضوعي اصلا في الاخر. يعني عارف. كنت عارفه بس كنت مش مجمعه. يعني عارفه ما تسمعي اسمي مش مجمعه واتقلك قالك فلان. يا توتي خلاص يا توتي بقى جوزك بقى خلاص بقى. المهم يعني ان انا ما اديتش اهتمام. كنت سهله ومهتميه. ما اديتش اهتمام. ويا كنت انت اللي مرشحه. لا والله ده انا كنت بتعامل اقسم بالله. عم احمد صبكي بيكلمني في التليفون فبيقول لي الفيلم مش قلت له عم احمد انا مشغوله وما عنديش وقت. قال لي بقول لك ايه انا جايب لك خالد الحلفاوي وعز العرب مدير تصوير. اهو طلع عم احمد ده انا اعمل ايه يعني انا مالي باستاذ خالد ومالي باستاذ عز انا مش فاضيه. طب هم تصويرك كله هيبقى اسبوع وتنزلي تخلصي وعلى طول ويلا. نزلت اصور يا بنتي اول يوم المهم لقيت استاذ خالد حلفاوي بيشرح لي الشط فقال له تمام يا عز؟ قال له تمام يا ريس. هو ليه تون كده. فالمهم قلت له عز فبلف كده قلت له عز العرب. مش عارفه زيك يا عز. قال لي تمام 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 بعد الشط بقى نبقى نسلم. المهم خلصنا الشط وراح مسلم اخبارك ايه عامله ايه بتاع تمام. عدينا بقى اسبوعين ثلاثه كده في التصوير الفيلم وبتاع فاليوم اللي قبل الاخير حاجه كده فوليد الحلفاوي اخو خالد هو كان المخرج المنافس بتاع الفيلم قلت له فين بالليل؟ احنا كلنا خارجين رايحين مكان في المهندسين تيجي تقعدي معانا شويه بتاع مش عارفه ايه. لا 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 قرفانه مكتئبه وحالتي صعبه مش عايزه انزل يا وليد. طب معلش تعالي طب فكي معانا طب انتوا نازلين فين؟ فقال لي المكان ده قصاد بيتي اصلا. فقلت له طب خلاص هبقى انزل اقعد معاكم شويه. المهم رحت فلقيت عز بيسلم عليا فطلبت حاجه وطلبت درينك وطلبت حاجه وقلت اقعد وبتاع. فالمهم جاي حاسب قالوا لي لا استاذ عز بيقول ان الشيك بتاعك معايا. الله فرحت مكرمشه 200 جنيه. مكرمشه رحت مكرمشه 200 جنيه ورحت رايحه له قلت له ميرسي يا عز بس انا ما بحبش حد يحاسب لي.
عيب ومش عيب، وانتي احنا اللي قايلين لك تنزلي، واحنا اللي مش هوا بيرسم برضه بيظبط. ايوه صح. فاحنا اللي قايلين لك انتي خارجه مع رجاله ما ينفعش الكلام ده وبتاع، فبترتبك كتر خيرك يا سيدي، متشكرين. قال لي على فكره عيد ميلادي كمان 3 ايام. الله، يعني العزومه قدامها هديه. سخن قوي. المهم يعني انا رحت ايه، قلت خلاص الواد عزمني فبرضه مش منظر، وبعدين دفع لي الحساب برضه يعني كسر عيني، فانا لازم ارد بقى كرامتي واروح اجيب له هديه واصرف واكلف. صح. رحت جايبه ازازه البرفان كان عليها سيل كده في واحده وعليها واحده في دخله تدهاني، وده البرفيوم اللي انا حاطه هو البرفيوم اللي هو حاطه. من هنا بقى حصل لينك، حصل الكلام. والله انت عرفتي منين ان انا بحط البرفيوم ده؟ والله ما اعرف، انا لقيت بيقولوا لي ده حاجه كويسه وجديده ولسه نازله والبتاع، فقلت اجيبها لك. فمن هنا بقى حصل الكلام. طيب اول بقى لما قعدتوا مع بعض واكلتوا، كنت بتكسفي بقى منه بقى وبتاع وبتاكلي شوكه وسكينه وبتاع؟ لا 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 لا، انا شخص عشوائي اصلا. وشبعت وسوري يا شوشو بتعمل كده؟ لا. مين اللي بيقول سوري؟ هي شوشو. سوري على ايه؟ لا بتاكل حته ده من بقك وعامل بوز البطه والحاجات. ايه؟ لا لا، ما عندناش احنا الكلام ده. ايه؟ اتكسفتها. كسوف، معلش تتكسف والله. خلاص بقى يا شوشو بقى، ما انت بتقعد تحكي حاجات انا ما بحبش تحكيها. ما انت كنت جميله خالص وانت انا بقيت دلوقتي باكل قدامك 3 قطع عيش. ما انا بتخض وانت بتاكلي دلوقتي. انا بتخض ايه؟ ما كنتش اعرف. بس كده بس بحبها. طب كلموني شويه عن توتي السغنتوته. يا حبايبي. احنا عندنا كارثه بقى في البيت. مشكلة ان الاطفال كلهم في السن ده تقريبا بيقعوا من على السرير، بس ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيدقلجوا من على السرير. فهي كل مره حبيبتي تبقى نايمه جنبنا بتروح متدقلجه واقعه في نفس الحته. يعني هي كل مره كده وتروح واقعه على وشها. طب يا توتي انت بتعملي كده ليه؟ يا توتي بتتشقلب بحاجات غريبه، بتنام تلاقيها نامت بالعرض، فجاه تلاقيها اتشقلبت، تروح قايمه قاعده كده وهي نايمه عادي جدا، تروح قايمه قاعده كده وبعد كده تروح عامله. طب يا توتي ايه المناظر العجيبه اللي بتعمليها؟ مفيش بقى، ملهاش دعوه، ضحك بس بقى. اللي احنا نشوف المناظر دي تلاقينا اصلا عمالين نضحك، احنا مش شايفين. وشويه تلاقيها نايمه على المخده بالعرض ما بيننا. طب ليه؟ والشلاليت بقى. فين يوجعك؟ الرفس بقى. بالايد والرجل حضرتك. طب مش تخوها بقى ولا ايه؟ ان شاء الله قريب باذن الله. بجد؟ عايزين ولد ولا بنوته؟ هو عايز ولد. لا والله انا اللي يجيبه ربنا. ايوه انا بصراحه انا ماليش في تربيه الولاد. انت عايزه بنت؟ انا عايزه البنات. يعني انت حامل؟ مبروك يا ايتن. ايتن مبروك. عايز مبروك يا لا 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 الله. والله مفاجاه. والله لا. والله العظيم فرحنا لكم قوي. طب انتوا مش عايزين تقولوا ليه؟ كملوا كملوا كملوا. لا انت يعني انا حسيت من ساعه ما انت كنت الاكل كده حسيت ان نفسي غم عليكي. لا خالص. طب انت نفسك في حاجه دلوقتي غير دول؟ كل الباذنجان. طب اوعي تبصي لماجي، ما تركزيش بقى مع ماجي. لا ولا تركزي معاها. سيري عشان البت دي كده دمها خفيف زيك. عشان تبقى قطعتي برزقها خالص. ليه؟ خليك كاركتر تشتغل اكتر. طب انتوا لما بيزعلك بيجيب لك هديه ويصالحك ولا بيعمل ايه؟ لا ورد، هو عارف ان انا بحب الورد. الله. انا بني ادم غير مادي تماما. انا الورده حمراء بالنسبه لي فل، لو جاب بوكيه كتر الف خيرك. يا سلام. انا بحب الهدايا المعنويه، ماليش في الهدايا الماديه. متاكده؟ والله العظيم اساله. بيجيب لها ورد. ما كانتش قفشت في الفالنتاين. طب جوه. ده انا فضحته يوم الفالنتاين ده والله العظيم. الفالنتاين كان يوم اسمه. ليه؟ عشان ايه؟ طب قولي كل سنه وانت طيب. طب قولي شكرا. يقعد عليكم بالخير. اي حاجه. لا جبت له طبعا. جابت لك ايه؟ لبس عشان انا البسه. برضه. بتلبسي لبسه؟ احلفي. والله العظيم. الفيتشرز بتاعتي واخداها. كلهم تقريبا. بس هم فعلا سويتشيرت الرجاله بتبقوا حلوين. وبيبقوا لما بيبقوا واسعين علينا كده بيبقى برضو حلوين. وتحسي انك شم ريحه جوزك فيها. لا مش للدرجه دي يا اختي. ومادي عليه ريحه كده يعني، هي بتبقى ايه، تحسها صبار شويه على حلبه، بس بتبقى ايه، حلبه اكتر، تحافها حلبه اكتر. لا ولا عيب. ارش الكابل جميل قوي يا جماعه. وخصوصا بقى احب اخد السويتشيرت بعد ما ابقى واكل بسطرمه، تلاقي بقى ايه الهاب وكل. تعالى هات بقك. مش انا في الفالنتين. افتح بقك تعدمني. لا اعدمك. طب مش انا في الفالنتين اكلت لك حواوشي؟ افتح بقك. ما بيحبش الطحال. مش في الفالنتين جبت. تعينا بقى خش عليه. في الفالنتين جبت لك حواوشي اللي انت كنت محتاجه صح؟ عشان دخت. اجيب لك حته مخاصي؟ مش قادر. ليه؟ ليه؟ دي حلوة. مش حلوة. ما تاكلش عيش تبلع. هات انا اللقمة دي. لا هات انا اللقمة دي يا ماجي. انا ببقى. ماشي. دي فاضية تيجي حاجة فاضية. حلوة من ايدك. طيب. طب انا عايزاك تقول لي يا عز، ايه أكبر خناقة
اتخانقت فيها مع عايده؟ دي خناقه كوميدي جدا. طب احكوها لنا. كنا مسافرين عندنا يعني مناسبه ومسافرين وانا قاعد في ميتنج شغل وبنتكلم في ميزانيه وانت يعني واحنا في الميديا وفاهمين يعني بتحضري الحاجه بروجكت بروجكت كبير وضيوف شرف ومش عارف ايه وحاجات كده وفجاه تليفون الساعه 11:30 فين؟ ايوه انا في الشغل. طيب ايه في ايه؟ مش في شنطه هتتحضر وهنسافر؟ ايوه طب اي حاجه تحط في الشنطه ما انت يعني هدوم بسيطه يعني حطيها ايه الازمه يعني؟ ايوه بس طب احنا مسافرين الصبح. طيب ماشي هو انا يعني قاعد بلعب انا قاعد شغال ايه الموضوع؟ في حاجات بقى شبه كده. لا وتيجي دلوقتي عشان نحضر الشنطه. ايوه يعني ايه يعني اسيب الشغل واجي؟ قلت له انا بحب حاجات كلها تبقى مترتبه، انا ما بحبش اقعد اجري الصبح وادور على القميص والجزمه وادور الحزام مش عارفه فين واقعد انا ما بعرفش اعمل كده. طب تحضر له يا اختي شنطته. هو بيحب يحضر شنطته. لا انت تعوديه. لا بس في حاجات كتير. ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، مش عودتيه من شويه على الملوخيه تبقى خفيفه ويا طنط تقلي الفاصوليا، اشمعنى الشنطه مش عارفه تعوديه ان انت اللي تحضرها له؟ عشان هو بيجي في الاخر يقول لي مش عايز البس الحاجات دي. لا ما هو زي ما تعود يحب اكلك برده كان هيتعود انه يحب اي حاجه انت حاطاها له في شنطته. صح. انت غلطانه يا توتي والغلط راكبك من ساسك لراسك. خلاص قول له انا اسفه يا عيسى. انا اسفه يا روحي. وغني له اغنيه. يلا اغنيه تغنيها له وانت باصه له في عينيه. احيي. انت مكسوفه؟ انا اتكسفت. طب تيجي نغني انا وانت يا شيمو. يلا. زي ما كنا بنغني ايام الفيلم. يلا. كنا بنغني في الفيلم بتاعنا بتاع يا تعدي يا تعدي ده الاغنيه بتاعت الفيلم بتاعنا من لطفته خطفته من جماله عيني ماله من لطفته خطفته من جماله عيني ماله واد لعب في الحب وشاطر عمره ما بياخد انذار لما شفتك اول يوم نمت راح من عيني النوم لما شفتك اول يوم نمت راح من عيني النوم قمت بدري لست أدري إيه جرالي شغل بالي لقمت أدري لست أدري إيه جرالي شغل بالي زي البحر يا ناس في حلاوته اتعلمت عشانه العوم.